السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحيحه لاباس، اموركم مزيانه؟ كي دايرين مع الخدمه والتعمير؟ ارتحيتوا شويه؟ ايوا الحمد لله، رمضان داز طير داز غيا، سبحان الله. هاد العيد، هاد رمضان، ايوا الحمد لله. نتمنوا من الله يتقبل منا سائر الاعمال يا ربي. البنات، وقفنا في السلسله التعليميه ديال طرز الابره الشرقيه، وكنا واصلين ديك الساعه في الطريقه ديال التعمار، ياك؟ ونظرا لرمضان والضغط والضيق اللي كنلقاو في رمضان، ما قدرتش نكمل معاكم، باش يلاه يلاه نوجد للناس الحوايج اللي درت معاهم الكلمه في الوقيته اللي غنوجدها ليهم. وعلى ذكر هذه المساله البنات، الله يرضي عليكم، التزموا بالوقت. كنتي عارفه البياسه غتوجديها من هنا لثلاث ايام، غتقولي لمولاتها من هنا لثلاث ايام. عارفه راسك غتوجديها، ماشي نتيا. عارفه راسك ما غتوجديش وبديتي كتبي عليها. عارفه راسك غتوجديها من هنا سيمانه، من هنا سيمانه. اللهم من الاول نقول لها اختي، راه امتى غنوجدها لك؟ ونوجدها لها في الوقيته اللي قلتها ليها، ولا نبدا نتفلى؟ راه المعقول خلاوها الناس الاولى، المعقول كيوكل باش انت كتعرف عليك راكي كلمه ومعقوله. وزعما لي الانسان اللي جاب لك واحد البياسه واقف عليها وقالت لك اختي راني بغيتها نهار فلان فلاني وقدرتي توجديها لها، غتقولي لا اختي قادر نوجدها لك، حطيها وكوني قد الكلمه. فهاد المسائل هادو ما نبغيكمش تغفلوا عليهم، الا لجا شي طارئ ولا شي حادث فجائي ولا شي حاجه خارج على الاراده ديالك، هذيك الساعه الناس ما غينوموكش. ولكن باش انت قادره وتبداي تريبلي في المره، بدي تقولها لا راني نسيت، لا راني ما قدنيش الخيط، لا هذه، لا داكشي. المسائل البنات ما نبغيهاش تكون فيكم، نبغيكم تكونوا في المعقول. والحمد لله الله سبحانه وتعالى كيبارك لكم في رزقكم وفي في الوقت ديالكم. انسان يكون عا معقول، ودائما نراقب الله في الخدمه ديالي، ما نستناش شي واحد. ندير ان الله سبحانه وتعالى راه كيراقبني في الخدمه ديالي، وراه ربي غيسهل عليك، والله حتى ربي يسهل عليك. ما نديرش تحرميات، ما نتعاملش بالغدر، يكون نيتي صافي، قلبي صافي، اللهم يسر. ايوا البنات، جيت اختي نكمل معاكم السلسله التعليميه. قولي لي اختي طولتي علينا هذه المقدمه شوفوا انا راه حاسبكم ماشي وليتو من عائلتي صراحه، كنشارك معكم كل شيء. ودابا جيت نقول لكم باننا الخيط ديال الفتله نخدموا به البر الشرقيه، وغندير معكم تطبيق دابا. هانتوما شوفوا الخدمه ديالو كي كتجي، كتجي غزاله يعني. بالنسبه لي ما قدرش يجا هذاك البوبينه صراحه، تيطلع غالي شويه. هاد الحرير حتى هو مزيان، حتى هو مزيان، غنخدموا به، نديروا به دابا تطبيق. المهم كتجيبي الفتله بحال هكا، كتشوفي شي وحده ولا شي هذا اللي يحل معاك، كدوري على كرتونه ولا على شي حاجه بحال هكا. كنجيب الفتله صافي وكدوري. المهم انا غنكادري بهذا اللون وغنعمر بهذا اللون، غنجي معاكم. راه كيف ما وريتكم نفس الطريقه البنات ديال كيفاش كتكادري، كيفاش كتخدمي بالبرا، كيفاش ندخلوا الخيط في البرا. هذوك المسائل تجاوزناها الحمد لله، راكم زعما غاديين في الدروس مزيان. بالنسبه للخدمه ديال الحرير ديال الفتله، قلت لكم كدوروا الفتله صافي وكتمو جايين خدامين بها عادي. عند باش نقرب ليكم تشوفوا، راه ما كتشنتف ما والو، خدمتها حتى هي زوينه. كاين شويه تاع الصعوبات على شي صعوبات قليله بحال هكا، كيتخبل لك هاد ربعه الخيوط ديولها البنات. الفتله من كنحلوها راه دابا انا كندوي، وتفكرت ان شي وحده غتقول لي لا نبرم ما نبرم. ها نتوما راه كي حليتها كي دورتها في الكرتونه، كي بديت خدامه بها ما برمت، ما درت حتى شي حاجه صافي. كاين اللي ما كيتفرج في الفيديو، تيجي عندي الواتساب تيسولني واسئله انا راني مجاوبه عليهم في الفيديوهات. غير هانتي مثلا كنتي كتشقاي، تلقى الفيديو خليه خدام على الاقل، غير سمعي ومن بعد عاد جيتي تبتي الخدمه ديالك. دابا انتي كتكوني خدامه وكان بان لك انا وقفت مثلا بحال هاد الوقفه غنبدا نشرح فيها، كتزيدي الفيديو، وراه ضمن سؤالك كاين في هاد الهضره اللي كنقول انا. خدمي الفيديو، خدمي خدمتك شقاي ولا شوفي شنو غادي ديري، ومن تالي عاد رجعي تبتي الطريزه ديالك. المهم نكمل معاكم البنات، راه ما كنبرم ما كندير حتى حاجه، راه كي كنجيبو كنحلو كنبدا خدامه به صافي. هنا كنطراسي الرشيمه ديالي كيف ما قلت لكم، الطراساج تيكون رقيق.
كنكمل على الطريقه غنبقى نطراسي نتبع الرشيمه ديالي كامله حتى نساليها ونرجع معكم باش ما يكونش لا فيديو طويل. كملت التراساج، كملت التراساج كامل ديال الطريزه، ودابا غندا في التعمار. انا حتى بديت في التعمار نسيت راسي. صافي كتبداي تعمري عادي كيف ما وريتكم هذيك الطريقه. انا ما غنبداش دابا نعلم فيكم التعمار، الطريقه وريتها لكم، رجعوا للفيديو ديال البديه. شفتوا التعمار عادي ما يكونش تشنتي في الفوق، واش كيبان لكم مزيان ملي كيتسالى ليا الخيط ما كيبقاش عندي وافي، كنجرو من هذا من التكبيبه اللي كببت. كيف ما كنأكد لكم دائما البنات يكون الاتقان، تعلمي بالاتقان، ما تقوليش تنتعلم عاد غنولي نتقرى. لا تعلمتي بالتخربيق هذاك ما بقاك تخربقي. البنات كاينه اللي كتسولني كتقول لي واش من كتسالي الخيط في التعمار من كتبغي تقطعي واش كتعقدي واش ما كنعقدو. البنات ما كندير حتى حاجه، ها نتوما كنجر البره ياك وكنقطع صافي ها هو ما كنعقدو ما كيعقدنيش شتو. وفاش كنبغي نبدا تاني ما كنعقد ما والو، ها نتوما نجيو غادي نبدا ديريكت. عاود نجبد حدايا التوب ونبدا خدامه. صافي هادي هي الخدمه اللي كاينه، حتى غنسالي الرشمه كامله ديالي. مازال غنخدم معاكم التعمار بالحرير ديال البوبينه ديال طرز رباطي، ونخدم معاكم الحرير ديال القصبه. صافي عاد ندوزو للمرحله ديال التقطاع. انا غاديه معكم ايطاب باغ ايطاب بالنسبه للمبتدئات اللي مثلا يلا غيبداو معايا الخدمه، اما اللي تبارك الله راهم بداو راه كنتواصل معاهم في الواتساب، وريتهم كيفاش تقطع وريتهم كيفاش العماره وريتهم يعني اللي زربانين وباغين يكملوا. اما بالنسبه للبنات الجدادات راه غيلقاو السلسله كامله ان شاء الله، ما غيحتاجوا حتى شي حاجه. طريقه التعمار كتكمي تمي غادي بحال بحال كتلوني شي حاجه. ما قلتوش ليا البنات كي جاتكم هاد الخديمه، كي جاكم هاد الطرز، كي جاتكم الطريقه ديال التعلام ديالي، واش كنفيدكم ما كنفيدكمش، اشنا هما الحوايج اللي ما كنوصلش ليكم. تقدروا تكتبوا لي هادشي في التعاليق باش انا نستافد منهم وما نبقاش نعاودهم. مثلا الا كنت كندير شي خطا ما نعاودوش، كنت كنزرب في شي حاجه نولي نتقل فيها نفسرها اكثر، كان الشرح ديالي ما وافيش نشرح لكم مزيان. المهم بحال هاد المسائل خليوهم ليا في التعاليق، راني كنقرا التعاليق وان شاء الله يكون خير. صافي هنا ساليتها، ما غادي نعقد لا الخيط لا والو، غنجي ونقطع بالمقص بحال هكا ونتمي غادي نكمل الرشيمه ديالي. البنات كملتها كيف ما كتشوفوا، ها الوجه ديالها هو هذا كيفاش كيجي. البنات اللي كتسولوني على التبويقه اللي كتجي في التوب، عادي عادي راه غير كتقطعيها نتوما شفتوا، كتقطعيها وترجع التوب عادي، حيتاش كتدخل بحال كتزيدي خيوط على التوب، على الخيوطه ديال التوب. الظهر ديالها كتجي الخدمه ديالهم فين يا زوينه نتوما. وهنايا ها الوجه ديالها، وهادشي كامل باش خدمناه البنات، خدمناه بالفتله الحرير ديال الفتله.
يلا اللي ما استطعتوش يخدم بهذاك الحرير خدم بهذا، وانا راه غنخليها لكم في داك في واحد الفيديو قصير نوريكم الشكل ديالها النهائي كيفاش جات. بالصحه والراحه البنات، وما تنسونيش من الدعاء، الله يسهل عليكم والله يرضي عليكم، وتهلاو ليا في ريوسكم بزاف. ها انتوما البنات، وريكم النتيجه النهائيه ديال الخدمه بالحرير ديال الفتله. شو كي جات، حتى هو فيه شويه اللمعه. ها انتوما شيو قديمه، نوريكم الكفه كي كيجي، حتى هو تيطلع زوين صراحه في الخدمه ديالو. ايوا هذا ما كان البنات، يلا سيروا بالصحه والراحه ونخليكم على خير، ان شاء الله في ريوسكم. ما تنسوناش، الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.